هذا وتنطلق اليوم أولى فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بعد ختام التجارب التأهيلية لجميع المتسابقين يوم أمس على حلبة كورنيش جدة. هذا وسيكون عشاق سباقات السيارات على موعد مع الإثارة في سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، حيث يحتضن كورنيش جدة السباق الذي يعد أحد أضخم الفعاليات التي تحتضنها المملكة العربية السعودية. ويشرف على تنظيم السباق وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى برنامج جودة الحياة.